طيب ألف مبروك طبعا لكل جمهور النادي الأهلي، فوز بالأمس على فريق طلائع الجيش في مباراة كانت مهمة وقوية بكل تأكيد، والأهلي فيها تألق بشكل كبير جدا سواء على مستوى الأداء أو مستوى النتيجة. استمتعنا في الحقيقة بأداء النادي الأهلي في مباراة الأمس، واستمتعنا كمان بالأهداف الجميلة على مدار المباراة بشكل كامل. طبعا دي لقطات من المباراة امبارح والأهداف بالتحديد، وتألق عدد كبير جدا من اللاعبين، يعني مش عايز أخص أسماء بالذكر، لكن في الحقيقة الكل بيتألق بما فيهم المدير الفني مستر رينيه فايلر. وعشان نكون بنتكلم بصراحة زي ما حضراتكم اتعودتوا معانا دايما، في مباريات يعني تستحمل الاداء والنتيجه، يعني في مباراه كده تحاول تبقى قاعد مستني عايز تتفرج على اداء ونتيجه، من ضمن هذه المباريات كانت مباراه الامس. لكن في المقابل في بعض المباريات اللي انت بتبقى منتظر فيها النتيجه بس لصعوبتها وصعوبه المنافس اللي انت بتقابله ولمدى اهميه هذه المباراه سواء في مشوارك محليا او افريقيا. مباراه ممكن تاهلك لادوار معينه فمش بتنتظر منها الاداء قوي، بيبقى الاهم بالنسبه لك النتيجه، وده يمكن اللي حصل شويه في بعض المباريات في بطوله دوري ابطال افريقيا. نفس الحال بعض المباريات في بطوله الدوري ممكن ما بتشوفش اداء، لكن في الاخر الناتج بيبقى ايه؟ بيبقى النتيجه اللي النادي الاهلي بيقدر يفوز بيها والثلاث نقاط اللي بيضيفهم لمشواره في بطوله الدوري تحديدا. فامبارح من ضمن المباريات اللي الواحد في الحقيقه كان منتظر سواء الأداء الممتع والنتيجة الكبيرة. النادي الأهلي حقق فوز بنتيجة 3-0 على الطلائع، وخطوة جديدة من ضمن خطواته في بطولة الدوري العام اللي ماشي فيها ما شاء الله لا قوة إلا بالله بثبات. مفيش أحسن من كده، يعني 14 مباراة 14 انتصار، رقم كبير جدا جدا، من أكتر من رقم مستر مانويل جوزيف 2004-2005. فأمور كلها في الحقيقة إيجابية، وبصراحة برضو أي فوز دلوقتي خلال المرحلة الحالية فهو دفعة معنوية للفريق بطريقة كبيرة جدا قبل المباريات الحاسمة مع نهاية هذا الشهر اللي هتبتدي بإيه؟ هتبتدي بمباراة السوبر مع الزمالك في أبو ظبي، مرورا بمباراة الزمالك في قمة الدوري يوم 24، ونهاية بمباراتي صن داونز سواء الذهاب أو الإياب. الإياب طبعا هيكون مع أوائل الشهر المقبل تحديد يوم 7 مارس. فأي فوز أنت بتحاول دلوقتي ده هيضيف لك معنويا ويخلي اللاعبين يعني متحمسين بشكل أكبر، جاهزين من الجانب المعنوي والذهني بشكل أمثل للمرحلة الهامة جدا المقبلة. هدف عمرو السولية في الحقيقة امبارح ممتاز، يعني من أحسن أهداف الدوري هذا الموسم، شوطة من بعيد واللاعب بيتألق بصراحة على مدار الفترات اللي فاتت كلها. عمرو السولية قفشة بيرد على يعني انتقادات كتير جدا ممكن كانت توجهت له خلال الفترة اللي فاتت، لكن لعيب أيضا مميز. الهدف كمان الاولاني جونيور اجاييو لما بيبقى متواجد في الحقيقه في العمق سواء يعني كراس حربة او شادو سترايكر بيبقى مفيد جدا، طبعا كلها رؤيه فنيه خاصه من المدير الفني. لكن الاهم في كل ده ان انت عندك عدد كبير جدا ما شاء الله لا قوه الا بالله من اللاعبين بجاهزيه بدنيه وفنيه واضحه جدا، ده حقيقي. يعني ممكن بعض المواسم كده اللي فاتت بالنسبه للنادي الاهلي كنا بنشوف المدير الفني ايا كان مين هو اللي متواجد، الاهلي بيعتمد على 13 14 15 لعيب بكتير، لكن انت امبارح بتلعب المباراه تقريبا مغير 4 أو 5 تغييرات في التشكيل، ده عدد كبير جدا، عدد كبير جدا. في نفس الوقت كل اللي بيلعب بيأدي، كل اللي بيلعب جاهز بدنيا وفنيا بيتألق. فدي من ضمن الحاجات اللي تحسب لمستر رينيه فايلر، الراجل يوم عن التاني بيثبت ان هو مدير فني كبير في الحقيقه، بيثبت ان هو ليه رؤيه مهمه جدا في بعض اللاعبين، في ما هو قادم بالنسبه للنادي الاهلي، مباريات، الكلام من ده، بيجهز عدد كبير تحسبا للاصابات. انت متخيل طبعا حضرتك ان الاهلي بيفتقد عدد كبير جدا من اللاعبين المميزين، ابرزهم طبعا رمضان صبحي، حمدي فتحي، سعد سمير، عدد كبير، محمد محمود، في ناس مؤثره جدا بصراحه. لكن رغم كل ده الاهلي بيكسب وبيتالق وماشي بخطه ثابته جدا تحديدا في بطوله الدوري. فبالتالي عايزين نفكر بعض بتحديات النادي الاهلي هذا الشهر، واللي ابتدت بمباراه بيراميدز. تحديات في الحقيقه كلها مهمه جدا وحاسمه في مشوار النادي الاهلي. احنا خلصنا خلاص مباراه بيراميدز، فوزنا فيها بنتيجه 2-1 في مباراه كانت حاسمه. دخلنا على مباراه طلائع الجيش، فوزنا ايضا فيها، فادي اول مهام النادي الاهلي بتتمثل في اول مباراتين في هذه الفتره الحاسمه، انتهى النادي الاهلي منهم وحقق العلامه الكامله فيهم.